العين عشان اغير لها اللون لازم تكون العين دي خاليه من الامراض وتكون على الزيرو. انا عايزك تعملي مقارنه ما بين خطوره العدسات الناصعه وما بين عمليه تجميليه. تقنيه عاليه جدا نهت على المشرط الجراحي. العينين هي جاذبيه الانسان الاولى. شريحه رقيقه جدا من السيليكون بتتضرم ونفرد اللون جوه العين ويفضل اللون ده ثابت مدى الحياه. اللي عنده السكر وعامل مشاكل في العين ممنوع منع بطل يغير لون العين. المايه البيضاء طيب هل تتنافى او لها علاقه بتغيير لون العين؟ كل ما التقنيه عليت قل دور الدكتور، لا بالعكس. الاستاذ الدكتور محمد لاشين استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزر. ضيف العزيز الاسم المتميز القدير استاذ دكتور محمد لاشين، اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك. يعني ايه كلمه عيوب ابصار؟ احنا عايزين نقول ان العين ربنا خلقها عشان تشوف، يعني الوظيفه الاساسيه للعيون النظر. فاذا اتكلمنا النهارده عن عيوب النظر فاحنا بنتكلم تقريبا عن طب العيون مجتمع، بس احنا بنتكلم عن العيوب الابصار المعروفه لدى الناس اللي هي قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم. دول الثلاثه المشهورين، وفي عيب رابع مش مشهور، عيوب انكسار الضوء. عيوب انكسار الضوء ده اكتشفناه لما طلعت اجهزه حديثه بنعمل لها فحوصات عشان الليزك، فاكتشفنا ان في حاجه اسمها عيوب انكسار الضوء، اللي هو الانسان لابس نظاره شايف 6-6 بس عنده زغلله ملهاش تفسير. تمام كده. فبقى عندنا اربع مشاكل للابصار: قصر وطول واستجماتيزم وعيوب انكسار الضوء. يعني ايه بقى قصر النظر دلوقتي؟ قصر النظر الانسان بيشوف الحاجات اللي على مسافه قصيره فسموه قصر النظر، الحاجات اللي على مسافه بعيده بيشوفها ضعيف. طول النظر بيشوف الحاجات على مسافه بعيده والحاجات القريبه بيشوفها بصعوبه. الاستجماتيزم شايف البعيد والقريب بس عنده دايما الفوكس اوت اوف فوكس، يعني دايما عنده الحاجه فيها زغلله ملهاش الحدود الشارب دي. ففي قصر النظر نقول ان الصوره بتيجي قدام الشبكيه زي ما بنشوف في الفيديوهات دلوقتي، في طول النظر الصوره بتيجي ورا الشبكيه، في الاستجماتيزم الصوره بتيجي على الشبكيه بس ما بتجيش في نقطه، بتيجي في كذا نقطه، عشان كده سموه استجماتيزم او اللانقطيه، يعني الصوره بتيجي في كذا نقطه. عيوب انكسار الضوء بقى يعني الضوء بيدخل جوه العين بيحصل له تشتيت فيحصل له زغلله. انا نفسي اسال سؤال لان انا اعاني من قصر نظر، ويمكن الناس كلها عارفه يعني. طبعا. انا عندي قصر نظر من الطفوله، يعني وانا طفل كنت بلبس نظاره طول عمري. كان دايما سؤالي وانا طفل، وانا ليه نظر ضعيف؟ ليه عندي قصر نظر؟ ايه اللي بيجيب قصر النظر او ايه اللي بيعمل مشاكل الابصار؟ رقم واحد عامل وراثي. رقم واحد. رقم اثنين سوء تغذيه ونقص كالسيوم ونقص فيتامينات، ده بيضعف جدار العين فيخلي جدار العين يحصل له تمدد، كل ما تكبر في السن كل ما جدار العين بتاعك بيتمدد، لان ده من الانسجه الرخوه او الكونكتيف تيشو اللي بتتمدد مع الوقت، فلو ما كانش فيها كالسيوم مخليها متصلبه يحصل، عشان كده اسمها الصلبه. ما كانش فيها كالسيوم مخليها صلبه كده، فبياض العين اللي هو الصلبه ده يحصل له تمدد، وكل ما تكبر العين كل ما يحصل قصر نظر. الاستجماتيزم غالبا في عامل وراثي كبير، بس في جزء كبير قوي ظهر لما ظهرت الشاشات، موبايل، التابلت، الكمبيوتر، الشاشات الكبيره والمونتاج والكاميرات والاضاءات اللي بتعرضوا ليها كتير، دي بتعمل بتخلي سطح القرنيه بدل ما هو املس بقى فيه مطبات. يا ده الخير. فكل مطب بقى لي سنين طويله قوي قدام الحاجات الحلوه الجميله دي. مش لازم كل واحد يتعرض لنفس الظروف يحصل له كل المشاكل، لكن دي من العوامل اللي بتزود ان انا يظهر عندي استجماتيزم. فدي الحاجات الخارجيه والحاجات الوراثيه. برضه الاستجماتيزم بيلخبط، يعني الناس بتشوف الاستجماتيزم ده ازاي؟ الاستجماتيزم بيلخبط، والاستجماتيزم عامل رعب عند الناس، يعني لما تقول لواحد عندك قصر نظر يقول لك طبعا من النضاره، طول نظر يقول لك طبعا من النضاره، استجماتيزم يقول لك طب والعلاج ايه يا دكتور؟ يعني زي ما يكون مثلا قلت له انت عندك مرض خطير. الاستجماتيزم زيه زي القصر زي الطول، يعني مش لازم تتخض من الاستجماتيزم. الاستجماتيزم معناه احنا لو قلنا حضرتك القرنيه هي الجزء المدور الملون في عينينا اللي احنا عاملين له النهارده ورقه زي دي كده. فالانسان عنده قصر النظر بتبقى القرنيه بتاعته عاليه قوي بالمنظر ده. واللي عنده طول نظر بتبقى قرنيته فلات كده. الانسان الطبيعي بيبقى عنده كيرف خفيف كده. الانسان عنده استجماتيزم بيبقى عنده مطبات، يعني القرنيه بتاعته طالعه ونازله فيها المطبات دي، مفيش فيها سطح املس. تمام. قصر النظر قصر النظر بيبقى ده الانسان العادي عنده تحدب بسيط كده. الانسان اللي عنده قصر نظر عنده تحدب شديد. الانسان اللي عنده طول نظر عنده القرنيه فلات. الانسان اللي عنده استجماتيزم عنده قرنيه فيها مطبات، يعني فيها جزء عالي وجزء واطي. زي الشوارع بتاعتنا. وده الانسان العادي. زي كل شوارع. اللي هو الاستجماتيزم العادي، كل ما زاد المطب كل ما بقيت انت عندك استجماتيزم درجته اعلى. من نص درجه بقى لحد 6 درجات 7 درجات. الطب اتقدم جدا في علاج قصر النظر. جدا. حلوة. وبقى كمان يعني بدا يقف
كان زمان قصر النظر الشديد زي ما بيقولوا ايه يعني واقف كده وبيطلع لسانه للطب. دلوقتي مع الطرق الحديثه لا، ده بقت قصر النظر الشديد ده بقى امتع في التعامل معاه من قصر النظر البسيط. صح مظبوط تمام. احنا حضرتك نقسم قصر النظر لثلاث حاجات مهمين قوي. في قصر النظر البسيط العادي اللي هو الانسان اللي لابس نظاره عشان نظره ضعيف ماينس 2 3 4 5 مفيش اي مشكله. في قصر النظر مرضي، قصر النظر المرضي اللي هو يقولوا عليه قصر نظر متطور مرضي، ده بيصيب الشبكيه وبيصيب العصب وبيصيب العدسه وبيصيب القرنيه وبيعمل نظاره قعر كوبايه تخينه كده تمام كده. وفي قصر النظر بيجي نتيجه مرض، يعني واحد عنده قرنيه مخروطيه ظهر على شكل قصر نظر، واحد عنده ميه بيضاء ظهر له على شكل قصر نظر تمام. فاحنا عندنا قصر نظر بيعبر عن مرض، وعندنا قصر نظر في حد ذاته مرض اللي هو قصر نظر المتطور اللي بيأثر على الشبكيه وكده، وقصر النظر البسيط اللي هو غالبيه الناس عنده ماينس 2 ماينس 3 ولابس نظاره زي حالاتي كده ونظاره بسيطه وشايف بيها تمام. تمام كده؟ فاذا كان بيعبر عن مرض زي القرنيه المخروطيه او الميه البيضاء فاحنا هنعالج المرض ده هنتكلم عليه بعد شويه. اذا كان قصر النظر شديد متطور عنيف كبير قعر كوبايه فده لازم ناخد في عين الاعتبار ان الموضوع مش قصر نظر بس، ده قصر نظر مأثر على شبكيه مأثر على عدسه مأثر على قرنيه. فلازم لما اجي اعالج الشخص ده لازم افحصه فحص فوق الدقيق، يعني مش فحص دقيق بس، لازم افحصه بدقه متناهيه لان هو النهارده عنده قصر نظر نتيجه حاجه في عينه بقالها سنين. لازم اتاكد ان شبكيته تستحمل ان انا اعالجه، لازم اتاكد ان الجسم الزجاجي عنده في وضع يسمح ما يكونش جسم الزجاجي عنده عامل انفصال جزئي او انفصال غير متكامل ده يعمل لي مشكله في الشبكيه بعد كده. لازم اتاكد ان مركز الابصار عنده حيويته كويسه عشان ما يطلعش بعد العمليه عنده مشكله في الرؤيه بالليل او في القرايه يقول انا كنت الاول احسن. لازم اتاكد من كل ده. لازم اقيس كمان المكان اللي انا هصلح فيه النظر اذا كان سمك القرنيه ولا الخزانه الاماميه ولا الخزانه الخلفيه. دي الحاجات اللي لازم اعملها كلها. تمام تمام كده؟ كويس. هنخلم بقى في قصر النظر الشديد قوي ده اللي هو قعر الكوبايه اللي هو سيد ابو حفيظه، انا دايما بقول عليه زي نظاره سيد ابو حفيظه كده. انا نفسي اعرف اكرم حسني نظره ضعيف ولا مش لا لا نظره مش ضعيف ولا حاجه. اما بيلبس النظاره دي ده سينمائيه النظاره يعني المنظر كده وفي النص ازاز زيرو يعني. زيرو سينمائيه. اكرم مبدع وصديق عزيز يعني اكرم من الناس المبدعه جدا يعني. نظره حلو. نظره كويس والله برافو عليه. هنقر عليه نظره حلو. لا لا ده ابو حفيظه لو قر علينا احنا ممكن نقفل. فالناس اللي نظرهم ضعيف قوي دول احنا ما بنقدرش نتعامل معاهم عن طريق القرنيه والليزك والفيمتوليزك والحاجات دي، احنا بنتعامل معاهم عن طريق العدسات اللي بنحطها داخل العين. عايزين نتكلم عن موضوع العدسات ده النهارده، مهم قوي يا دكتور ايمن لان ده موضوع شائك. زراعه العدسات. زراعه العدسات وبيتاخد كلمه عابره كده للمريض نقول له ايه انت محتاج زرع عدسه. فالمريض يتكلم عن الموضوع. هي كلمه زرع في الطب على فكره تخوف قوي. زرع اولا تخوف، عدسه تخوف جدا الناس لان اللي عنده خبره ان قريبه عمل ميه بيضاء وما نجحتش وزرع عدسه اللي مش عارف ايه دايما العدسه متهمه لو العمليه فشلت فالدكتور يقول له اصل العدسه الجسم رفضها. دايما متهمه في كده، يعمل ميه بيضاء مش كويسه في حته مثلا مش قويه قوي فالعمليه ما تنجحش فيقول له اصل جسمك رفض العدسه. مفيش حاجه اسمها كده، اصل العدسات دي معموله عشان الجسم يستقبلها مش عشان يرفضها. طب سؤال فنخش في الموضوع ده مهم. هندخل فيه. السؤال الكلاسيكي قوي، مين اللي اقول عليه ان نظره عنده قصر نظر شديد او قصر نظر من الدرجات العنيفة؟ هل له رقم معين؟ رقم 6، اقل من 6 يسميه بسيط، اكتر من 6 ماينس 6 بنسميه عنيف. يعني الماينس مثلا ده الكتاب بيقول كده. الماينس 14 و15 ده ايه ده؟ عنيف. الناس طيبين كلهم. ناس طيبين. الكتاب بيقول 6 تحتيها بسيط فوقيها فوق الستة عنيف. لما ظهر الليزك بقينا بنتكلم عن الماينس 10 او 11 ان دول ينفع لهم ليزك، يبقى التقسيمه جديده بقى. فده ده داخل في الناس اللي ينفع لها ليزك فدول يعني بيتحلوا بالليزك، واللي فوق الماينس 10 11 فدول ناس محتاجين تدخل تاني بالعدسات. فبقى في تفريق. يبقى احنا بقى دلوقتي اعتقد ان احنا برضو بنتكلم على اللي فوق ماينس 10. دول فوق ماينس 10 دول اللي هم كل العينين طبعا مهم نعمل لهم فحص قاعين وبعنايه رهيبه، بس طبعا كل ما زاد المقاس كل ما نبقى حريصين جدا جدا جدا. طيب زراعه العدسات، هذا العالم اللي تطور تطور كبير. تمام. يعني برضو عايزين الناس عشان الناس ما تتلخبطش، من ايه ازاي نفرق بين زراعه العدسات في قصر النظر وزراعه العدسات بتاعت الميه البيضاء؟ الاول احنا نقول ان العين فيها جزئين، جزء بيستقبل الصوره وجزء بيجمع الصوره. حلو كده؟ كويس. الجزء اللي بيجمع الصوره عشان اشوفها ده هو القرنيه وعدسه العين اللي ربنا خلقني بيها الداخليه. انا عندي عدسه داخليه وحضرتك عندك عدسه وكل الناس ربنا خالقهم عينيهم فيها عدسه، فالقرنيه بتجمع والعدسه بتجمع تروح الصوره عند الشبكيه اشوف. فظهرت الفكره الاول ان احنا عشان نصلح النظر اجعل الحاجات اللي بتجمع اجعل القرنيه اعمل ليزك او فيمتوليزك او فيمتوسمايل،
اواجي عند العدسه واعمل زراعه عدسه لان انا عيني فيها عدسه بس مش قويه قوي فاقويها بعدسه. عظيم. حلو كده؟ تمام. فانا عندي عدسه رباني ربنا خليني بيها والعدسه دي موجوده جوه عيني. يا اما بزرع فوقيها عدسه ثانيه فوقيها على طول، بحط فوقيها عدسه، بلاش ازرع عشان الناس ما تتخضش، بحط عليها عدسه ثانيه وبنسموها عدسه لاصقه مزروعه. تمام كده؟ ليه سموها عدسه لاصقه؟ لان هي زي ما حضرتك هتشوف في الفيلم كده رفيعه جدا بتقدر تتبرم، شوف حضرتك بتبقى 1.8 مللي تقريبا، بتتحط جوه العين، بتتحط فوق العدسه الرباني اللي ربنا خلقني بيها وخلاص كده خلصت العمليه في الوقت اللي حضرتك شايفه ده. خلاص ان العين بيقفل عليها وخلاص. كده العدسه دي موجوده جوه عيني فيسموها عدسه لاصقه مزروعه. ولا حد يشوفها في عيني ولا حد يلاحظها ولا انا احس بيها. ليها مقاييس بقى. ليها مقاييس، مش اي واحد عنده قصر نظر اقول له تعالى اعمل لك دي، لا ده هي ليها مكان بتتحط فيه في العين، المكان ده لازم يبقى له عمق معين ولازم يكون ضغط العين بتاعي مظبوط ولازم يكون الانسان ده الشبكيه بتاعته قويه وتستحمل ولازم يكون عدسه عينه الرباني ما فيهاش ميه بيضاء. دول حاجات مهمه جدا. يعني واحد عنده ميه بيضاء وفي عدسه احط له فيها عدسه، طب هيشوف ازاي؟ ما هو مش هيشوف. واحد عنده الشبكيه بتاعته ضعيفه اعرضه للعمليه؟ لا، لازم الاول اعالج له الشبكيه بتاعته الضعيفه. واحد عنده ضغط العين عالي او عنده ميه زرقاء اصلا عينه ما تستحملش احط فيها عدسه، فلازم اختار مين ينفع له. لو طلع الانسان ده عمق العين عنده اكتر من 3 مللي زي اللي احنا بنقيسه دايما، عمق الخزانه الاماميه، ضغط عينه منتظم، عدسه عينه شفافه، شبكيته قويه، متوفر فيه الاربع شروط دول، احط له العدسه دي وعنده امان 150%. ما عندوش اي خطوره منها نهائي. وقتها قليل جدا ما بنيجي نشرحها الناس بنسميها عدسه لاصقه، بس هي مش عدسه رخيصه بنلاقيها زي عدسات اللاصقه كده بتتجاب ب 200 و300 جنيه، لا هي عدسه عاليه التقنيه معموله عشان تتحط جوه العين تديني صوره هاي كواليتي عاليه جدا، محطوطه فوق العدسه الرباني فمفيش فرق بينها وبين العدسه فبتديك بنفس تجميعه الصوره. تكنولوجي عاليه جدا في العدسه، حساسه جدا مش اي حد بيعرف يحطها. عدسه فيها سعر غالي شويه، مش رهيب، غالي شويه، ولكن دي حاجه بتتحط في العين مدى الحياه. مش هشيلها واحطها كل يوم، دي مش لاصقه، دي محطوطه جوه مع العدسه الرباني اللي ربنا خلقني بيها. عظيم. احنا قلنا بشكل علمي واضح الشروط بتاعه العدسه. صح. قلت لي جمله مهمه قوي، قال لي قلت لي ان مش اي حد يعرف يحطها. مظبوط. ليه؟ عايزه ايه؟ عايزه مهاره، عايزه دقه. انا شايف يعني انا في اول ما شفت العمليه في الانيميشن كده والله اتهيألي انها عمليه سهله، اسهل من الميزة. يعني ايه ده؟ حاجه فلش. بالظبط. انا احط عادي. اولا حضرتك عشان احط العدسه جوه الجهاز اللي انا هحطها بيه جوه العين، اللودنج بتاع العدسه او حط العدسه نفسه في الجهاز ده حساس جدا. لو ما كنتش عاملها بطريقه بخبره وحرفنه العدسه نفسها ممكن تبوظ وتتخربش وتبقى العدسه بعد كده في العين مش جايبه صوره واضحه. الجهاز اللي هو الجهاز اللي انا اللي هو اللي برمها خلاها 1.8 مللي. وهي اصلا عرضها 12.5 13 مللي. فبتتبرم ل 1.8 دي لو اتحطت في الجهاز اللي انا ببرمها فيه ده اتحطت بطريقه مش صح او اتحطت مقلوبه العدسه او اتحطت بطريقه عنف العدسه تتخدش، ولو عدسه دخلت في العين مخدوشه هتلاقيني الصوره وحشه. طبعا كده ان اولا اول مشكله دي اول مشكله ممكن يتعرض لها دكتور ما عندوش الحرفه في تقنيه ان هو ازاي يعمل لودنج العدسه دي. اول حاجه. تاني حاجه ان انا بحطها في مكان حساس، بقول لحضرتك 3 مللي العدسه دي سمكها نص مللي، مش حضرتك سمك العدسه نص مللي والمكان اللي بحطها فيه 3 مللي، في فوق ال 3 مللي دول في قرنيه، في تحتيهم في عدسه رباني شفافه ما عندوش فيها ميه بيضاء. لو حد مش عارف يحط العدسه دي ازاي او حد ما عندوش خبره يجيب ميه بيضاء للمريض ده او يزيله القرنيه بتاعته او يحط العدسه مقلوبه مش عارف وشها من ظهرها يحطها مقلوبه فيعمل له ضغط عين مرتفع ونطلع ساعتها نقول العدسات وحشه. لا، العدسات مش وحشه. الدكتور. العدسات ما اتحطتش بالتقنيه. كل ما زادت التقنيه زي ما قلنا يا دكتور ايمن كل ما زاد دور الليزر كل ما زاد دور الدكتور، مش العكس. مش كل ما بقت الحاجه احدث كل ما بقت الحاجه اعلى كل ما بقت اي حد يعملها، لا بالعكس. ده بالعكس. بالعكس. مين يطور نفسه؟ مين كل سنه يطور نفسه مره واثنين؟ مين يطلع للحاجه الحديثه يعملها؟ مين يعرف العين اللي ينفع له والعين اللي ما ينفعلوش؟ مش يجي بعد عمليه يقول له اصل انت بصراحه ما كانش ينفع لك، هو انت جاي تعرف دلوقتي مين ينفع له؟ مهم جدا. العربيات لما بدات تتعقد قوي مش اي حد يعرف يسوقها، في عربيات عايزه طريقه معينه في القياده وهي اللي تبوظ. يعني صح. العربيه نفسها ما هتقف. ده ولو فيها عيب عايز تصلحه مش اي حد يعرف. مش اي حد يعرف يصلحه. مش اي حد يعرف جنبها. طبعا طبعا طبعا. طيب انا عايز اروح للسن المناسب. ده سؤال اللي هو بدايه الاسئله الكلاسيكيه بقى. حلو. واحد عنده قصر نظر ضعيف سالب 15. ايه السن المناسب عشان نعمل له تقنيه زي دي وما ينفعوش ليزك؟ طب حلو قوي. احنا الاول نتكلم ان في نوع تاني من زراعه العدسات خلانا قسمنا السن
العمر قسمناه لنصين من العمر. عندنا نوع تاني مزرعة العدسات، ان انا بستغنى عن عدسة العين الداخلية، العدسة اللي ربنا خليني بيها، واحط مكانها عدسة تانية بقاس عيني كامل فاشوف بيها 6 6. يعني دلوقتي مش بحط عدسة على عدسة، انا بشيل عدسة العين الرباني واحط بدلها عدسة تانية. كويس كده؟ دي بعملها امتى؟ لما يكون الانسان خلاص مش محتاج العدسة الرباني في القراية، عدى سن ال 45 كده كده بيلبس نظارة قراية، فلما اعمل له العمليه واشوف 6 6 شارب كل حاجه ويلبس نظاره القرايه برضه ويكون سمكها بسيط، فالعيان ده انا عملت له حاجه احسن، خلاص مش هيجي له ميبيضه في المستقبل، خلاص انا خليته استغنى عن قصر النظر وما خليتوش عمل عمليتين في حياته، عمل في حياته عمليه واحده. عظيم. فكده قسمنا الناس قبل سن ال 45 وبعد سن ال 45. فاللي جاي لي سنه اقل من 45 هيحط عدسه فوق العدسه، لان هو لسه بيقرب عدسه الرباني بتاعته. فوق السن ال 45 هشيل عدسه الرباني واحط له عدسه الثانيه. طب ما احنا من الاول ما نعمل نشيل عدسه رباني ونحط العدسه الثانيه وخلاص. هو في خطوره من ان انا اشيل عدسه رباني ونحط العدسه الثانيه بدلها؟ اه في خطوره. في خطوره. كويس كده؟ فعشان كده ما بقتش هي العمليه رقم واحد، بقت العمليه رقم ثلاثه. فبقى رقم واحد الليزك، رقم اثنين عدسه اي سي ال، عدسه فوق عدسه، رقم ثلاثه زرع عدسه بديله. الفيكك. الفيكك لا ده الكلير لينس اللي هو الفيكوريف او الكلير لينس، ان انا بشيل عدسه رباني واحط الفيكك. هي الاي سي ال. الفيكك هو الاي سي ال. تمام كده. الفيكك يعني ان انا احط العدسه فوق العدسه، فوق العدسه الرباني الموجوده بتاعتي. تمام. اما باجي اشيل العدسه الرباني بتاعتي، العدسه الرباني دي اللي ربنا خلقني بيها سمكها 3 مللي. هي سمكها ربنا خلقها 3 مللي. لما حضرتك بتشيل العدسه دي وتحط عدسه صناعي، بتحط عدسه سمكها نص مللي. في عندك فرق 2.5. في فرق 2.5 مللي، ده بنسميه بوتنشال سبيس او فراغ نسبي. الفراغ النسبي ده بيخلي جوه العين الجسم الزجاجي بيتعرض ان هو يطلع ويرجع مع الحركه، مع التوطيه، مع الشيل، مع الحزق، بيتعرض الجسم الزجاجي ده انه يتحرك، لان انا بقى عندي فراغ نسبي 2.5 مللي. كويس كده؟ طب وبعدين شلت حاجه ب 3 مللي، حطيت حاجه مكانها نص مللي، ففي جوه العين الدنيا ريحت. الدنيا ريحت. الراحه دي بتيجي على حساب الجسم الزجاجي اللي ورا العدسه، بيتحرك رايح جاي. فالانسان ده لو ما كانش عنده الجسم الزجاجي بعيد عن الشبكيه 100% وسايب الشبكيه تماما ولسه لازق في الشبكيه في اماكن، فالانسان ده ممكن يجي له في اي وقت مشكله في الشبكيه، لانه لما هيتحرك هيشد مع الشبكيه، هيتحرك فطول الوقت الجسم الزجاجي بيشد على الشبكيه. طب لو كان الانسان ده عنده انفصال زجاجي كامل، الجسم الزجاجي بتاعه منفصل عن الشبكيه تماما والجسم الزجاجي ده سايب لوحده جوه العين، لا يتحرك براحته، ما يخوفنيش، مفيش اي مشكله. فالانسان ده قبل ما بعمل له عدسه بديله بعمل له اشعه اسمها او سي تي، واعمل له اشعه اسمها سونار. لا نقف قدام هنا بقى عشان ده الكلام اللي انت بتقوله ده كلام شديد الدقه شديد الاهميه. مزبوط. للمرضى قبل الدكاتره، يعني اصل المريض رايح يعمل يعني تركيب عدسه لازم يعرف كل ده بدقه، يعني يكتب ورانا، يعني هو مش رايح يعمل حاجه بسيطه، ده رايح يعمل حاجه لازم يبقى متاكد من كل خطوه بيعملها. انا دايما بقول للمرضى كلمه يا دكتور ايمن، بقول له مش كون الدكتور ما بيعرفش يعمل غير الحته دي يبقى هي الحته دي انسب حاجه ليك. يعني مش عشان انا ما بعرفش اعمل مثلا غير الاي سي ال مثلا يعني، فتبقى زرع العدسه البديله حرام والليزك ممنوع والفيمتو سمايل ده بدعه. لا مش عشان انا بعمل دي بس، لا المفروض ان انا بعرف اصلح النظر، بعرف اعمل السبع ثمان عمليات بتوع تصحيح النظر، كل التولز اعرف الدكتور ايمن ينفع له ايه. عشان اعديه لبر الامان، لان انا عايز حضرتك تشوف بعد العمليه زي ما بتشوف بعدستك وبتشوف بنضارتك واحسن وبامان. اهم حاجه كلمه بامان دي، ان انا بعرضك لعمليه اختياريه. اللي حضرتك قلته ده احنا هنفتح له ملف كبير في كل فروع الطب. تمام. لان احنا عندنا حاجه دلوقتي في كل فروع الطب، انت قلت حته في الرمد، لكن كل فروع الطب بقى في حاجه دلوقتي موضه، انا بعرف اعمل دي فابدا اروج لدي وابدا اعادي الاخرين. هذه الظاهره ظاهره في منتهى الخطوره، واخطر ما هتكون طبعا على المرضى طبعا وعلى الدكتور نفسه، اللي هو زي ما بيقولوا قال لك محلك سر يا عم، قال لك انا محلك سر، انا عرفت دي واتقنتها وبقى العب فيها، العب فيها وقول انا ما بلعبش الا فيها. بس انا لما يجي له 10 عيانين ال 10 دول ينفع لـ8 منهم مثلا اي سي ال العدسه اللي هي فوق العدسه، واثنين ما ينفع لهمش، هو يعمل لل 10 فيطلع النتيجه عنده ان في اتنين ما نجحتش معاهم العمليه، فتطلع سمعه ان العدسه البديله او العدسه فوق العدسه سيئه. لا هي العدسه مش سيئه، هو الاتنين دول ما كانش ينفع لهم واتعمل لهم، لان انا ما عنديش اختيارات كتقنيه انا بعملها. تمام كده؟ هنرجع تاني بقى للشخص اللي انا شلت له عدسه 3 مللي الرباني وحطيت له عدسه نص مللي، ازاي اعرف الشخص ده هيبقى في امان مدى الحياه، مش هيحصل له مشكله في الشبكيه؟ هنعمل له اشعتين اتنين، اشعه اسمها او سي تي، الاشعه دي بتبين بالعربي والنبي الاو سي تي اشعه تخطيط بالاشعه المقطعيه لسطح الشبكيه. تمام. فبعرف انا الشبكيه في مكان والجسم الزجاجي في مكان بعيد عنها. خلاص لو هم ملتصقين في بعض انا خايف،
لو هم كل واحد في حاله يبقى جسم زجاجة ده مهما اتحرك الشبكية اهي مستقرة اهي، انما لو هم لازقين في بعض كل ما جسم زجاجة يتحرك يشد على الشبكية معاه يعمل لي مشكلة في الشبكية فيما بعد. اول حاجة اعمل له او سي تي التخطيط سطح الشبكية، طلع جسم زجاجي بعيد انا في امان، اعمل له سونار اشعة تلفزيونية على العين اطمن ان الجسم الزجاجي ده بعيد عن الشبكية 360 درجة مش ماسك في حتة وساف في حتة، لانه لو فضل ماسك في حتة كل ما اتحرك هيقطع الحتة دي. يعني لازم اعمل اشعتين دول، اشعة تلفزيونية سهلة سونار واشعة او سي تي. اصل الناس دلوقتي بتفكر تقول لك نعمل بقى اشعة، دي اشعة بيتصور بيحط دقنه على الجهاز بيتصور صورة. عملت الاشعتين دول طلعوا تمام يبقى الانسان ده مناسب ليه زرع عدسة بديلة. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة صاحب الحضور الرائع الأستاذ الدكتور محمد لاشين استشاري الطب وجراحات العيون الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر صاحب دكتوراه طب وجراحات العيون زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزر استشاري تصحيح الإبصار والليزك صاحب الحضور الرائع والجماهيرية المتميزة. وأنا شخصيا بستمتع جدا لما بسمع هذا الحوار المهم للغاية. العيون لا تقبل القسمة على الدين، العيون ما فيهاش هزار، دي عين يا عم، خليكوا دايما مع الدكتور.